يبدو أن ياسر معنا الآن. إذن ياسر، كنت قد سألتك عن حقيقة ما تحدث عنه ناشطون بشأن إسقاط طائرتين حربيتين للنظام السوري في ريف دمشق. نعم، بالفعل البارحة حلق طيران النظام فوق الغوطة الشرقية، قام بعدة غارات جوية، فيما بعد أعلن قائد جيش الإسلام زهران علوش على تغريدة له على تويتر أن مقاتليه قاموا بإسقاط طائرتين من طراز ميغ وأخرى من طراز سوخوي. لم ترد أي فيديوهات تؤكد هذا الحديث، لم ترد أي يعني شهادات من شهود أنهم شاهدوا، ولكن مقاتلي جيش الإسلام يقولون أنهم أصابوا الطائرات وأسقطوها بالفعل حسب ما يقولون. نعم نعم يعني أيضا هناك كان قصف على دوما، وفي المقابل كان قبل أيام إعلان المعارضة تحقيق تقدم كبير في منطقة دوما. ما هل من معلومات رشحت بشأن هذه الغارات النظامية؟ يعني بالفعل نحن نتكلم عن غارات على دوما بالغوطة الشرقية أدت لسقوط 3 شهداء وعشرات الجرحى بسقوط المدنيين، يعني الاستهداف كان للأحياء السكنية. أيضا هناك تطورات ميدانية في مختلف المناطق أخي فادي، يعني نتكلم عن القلمون، عن جرود فليطة، يعني الثوار يعني أعلنوا تحرير نقاط جديدة في جرود فليطة ومقتل أكثر من 15 عنصرا من حزب الله اللبناني وعناصر النظام السوري. يعني اعترفت مواقع مؤيدة للحزب اللبناني بمقتل هؤلاء العناصر ودفنهم، وهم من مختلف مناطق يعني اللبنانية. حتى أن جبهة النصرة العاملة في القلمون أعلنت عن سيطرتها على نقطة المسروب العسكرية في جرود فليطة أشكرك ياسر، القلمون وعن اغتنام أسلحة. نعم الناشط السوري ياسر الدوماني كنت معنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.